السلام عليكم يا شباب. برضو الفيديو ده ان شاء الله هنحل فيه بعض المسائل اللي وقفت مع زمايلكم، وهوضح برضو فيه حاجة جديدة. يعني المسألة في الشيت اللي هو المسألة رقم 5 صفحة 134 بيقول لي في عندي element بالشكل ده كده، في عندي normal stress سيجما واي قيمته شد 60 ميجا باسكال، في عندي ضغط قيمته 40 في اتجاه سيجما اكس، الزاوية دي مايلة ب 20 درجة، والإليمنت ده عليه شير ستريس قيمته موجب 50. بيقول لي هات لي الشيرنج ستريس والنورمال ستريس اللي بيأثر على المستوى المايل ده. انا عايز النورمال والشير ستريس اللي بيأثر على المستوى المايل ده. مسألة عادية جدا جدا، ما فيش فيها اي مشكلة خالص. ها سيجما اكس تحطها كده بجنب بكام؟ سالب 40 ميجا باسكال، سالب 40 ميجا باسكال. سيجما واي 60 ميجا باسكال، تاو اكس واي بكام؟ موجب 50 ميجا باسكال. خلاص كده الزاويه بتاعتي احطها ب 20، لو جيت اعوض احطها ب 20 ولا سالب 20؟ ببساطه جدا ده محور اكس بتاعك، ده محور اكس اهو. خلاص كده تعالى انا عندي محور اكس هيتقابل مع المايل في نقطه، اعمل عمودي، ده الاكس داش. خلاص كده دي الزاويه سيتا اللي انت بتحطها في القوانين. الزاويه ديت قيمتها كام؟ قيمتها 20. خلاص كده عرفتها منين؟ لان الزاويه ديت وديت تبقى دي 70، دي بالتبادل 70 تبقى دي 20. موجب ولا سالب؟ قلت بروح من اكس لاكس داش ماشي في عكس عقارب الساعه، يبقى سيتا اللي هعوض بيها بكام؟ ب 20 درجه. يبقى لو انا هحل اناليتيكال، لو انا هحل اناليتيكال خلاص مجرد بس ما تكتب الايه هتقول لي خلاص، اذا السيجما اكس داش تساوي، عوض مباشره في القانون بتاعها، سيجما واي داش لو انت عايز تجيب سيجما واي داش، التاو اكس داش واي داش، مجرد كتابه الايه القوانين والتعويض مباشر، عوض بالاشارات دي. طب لو انا هحل جرافيكال، النقطتين بتوعي هيبقى عندي نقطه، ها مين بقى؟ سالب 40 و موجب 50 والنقطه دي 60 وسالب 50، وتروح رسم المحاور بتاعتك اهوت، وتحط النقطتين او بي، سالب 40 سالب 40 و50، يبقى 50 بالنقطه ايه بتاعتك، و60 على 60 وسالب 50 سالب 50، دي النقطه بي. طبعا ده محور سيجما، ده محور تاو، توصل النقطتين ببعض وتقف في نقطه تقاطع وتعمل الايه؟ وتعمل الدايره وتطلع كل القياسات منين؟ من الدايره. ديت المساله اللي هي ايه؟ رقم 5. طب المساله اللي بعدها على طول فيها فكره ثانيه. المساله اللي بعدها بيقول لي انا عندي element بالشكل ده كده، في هنا ضغط 50 وفي هنا كده تنشن 90 وفي عندي شير ستريس قيمته طبعا بالسالب 15 ميجا باسكال. طبعا دي الوحدات كلها ايه؟ ميجا باسكال ميجا باسكال. تمام كمل ده كده عشان الاتزان. والزاويه فيها المنت كده هاخده على زاويه مايله ب 25 درجه، زاويه مايله ب 25 درجه، واقول لي هات لي النورمال على المستوى ده والشير على المستوى ده.
طيب في اكتر من حاجة، لو انت شغلت دماغك شوية هتلاقي ان المثلث اللي احنا استنتجنا منه القوانين كان عامل ازاي. انا واحد كده والتاني كده والمستوى المائل ده كده. في استنتاج القوانين، في استنتاج القوانين يعني المثلث بتاعي بالشكل ده كده، يعني ده اسمها سيجما اكس، ده سيجما واي، والتوات موجودة هنا، والعمود بتاعي بالشكل ده كده على المستوى المائل. واستنتجنا القوانين كلها، قلنا دي زاوية سيتا اللي هي الزاوية ديت زاوية الميل مع الرأسي. هل الشكل ده اقدر اوصله بالشكل ده؟ في طبعا في اكثر من حل، بس ناخد الاسهل. هو هطلع المثلث ده كده بجنب، يعني مثلا هقول المثلث ده اهو، لوحده كده، ده 50، ده 90، والشير ده كام؟ 15، والزاوية ديت 25. هل ممكن اعمل حركة ظريفة كده؟ كأني ماسك الورقة وهلف الورقة، يعني امسك الورقة بالعكس. لو جيت لك سؤال كده في الامتحان، اقلب الورقة بالعكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كأني لفيت هنا كده ورقة اهوت، واروح بلف في الورقة، لما الف الورقة هتلاقوه بالشكل ده كده. ده هيبقى الشير بتاعي، ده الضغط، ده التنشن. الضغط ده هيبقى كام؟ ضغط 50، ده 90، ده 15. خلاص كده؟ كأني لففت الإلمنت ده كام درجة؟ 90 درجة، كأني مسكت الورقة ولففتها. وبالتالي لما تعود بقى في القوانين بتاعتي، لما اجي اقول سيجما اكس داش تساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2، لما تعود عن سيجما اكس، سيجما اكس بكام؟ هتقول لي سيجما اكس بسالب 50، سيجما اكس بسالب 50. طب سيجما واي بموجب 90، موجب 90. التاو اكس واي لما اجي اقعد في القوانين تبقى موجب ولا سالب؟ ها؟ لو انا كملت الاليمنت بتاعك دهوت، ها؟ ده المفروض تبقى عامله ازاي؟ بالشكل ده كده. يبقى ياخد كام؟ موجب 15. يبقى التاو لما اجي اعوض عنها كاني بقول موجب 15 تاو. طيب هل في طريقه ثانيه؟ طبعا وحل وخلص. هل في طريقه ثانيه؟ ممكن نعمل طريقه ثانيه. ايه هي؟ الطريقه بتاعتنا المعتاده اللي هي ايه؟ رقم واحد، ها، امد ده كده على استقامته، خلاص كده هيقطع هنا في نقطه، وليكن النقطه ديت، طلع ده فوق شويه عشان نبين لكم الزوايا مثلا هنا كده. ده 90 ميجا باسكال. ها، اعمل ايه؟ زي ما قلت قبل كده، عادي جدا ادا ايمنت مايل اهوت، مدي انت مين خط عمل القوه ديت او الاستريس دوت اللي هو 90، تعالى عند النقطه ديت اعمل عمود عليه، اعمل عمود عليه، ده اسمه الاكس داش، ده محور اكس. فين الزاويه اللي انت بتدور عليها؟ الزاويه ديت. الزاويه دي بكام؟ ها، تعالى احسبها كده، ديت ب 25، يبقى دي ب 25، يبقى دي ب 65. يبقى سيتا بتاعتك كقيمه 65 اتجاه سالب، يبقى تاخد سالب 65 درجه. خلاص كده؟ لان مشيت من اكس لاكس داش في الاتجاه السالب. وتحط سيجما مين؟ تحط سيجما اكس تساوي 90، عادي بقى كاني مساله مش هلف بقى اي حاجه. وسيجما واي تساوي سالب 50، وتاو اكس واي احطها بكام هنا؟ ها؟ احطها هنا بسالب 15 ميجا باسكال. ده كله كده ميجا باسكال. خلاص كده؟ يبقى اعوض في الاليمنت زي ما هو موجود عندي وما لففش اي حاجه، واعمل زي ما قلت لك، او اوصل الاليمنت للشكل الاساسي. لو مش هتعرف توصله خلاص اشتغل على كده. يبقى لما اجي اعوض اقول سيجما اكس داش سيجما العموديه هنا تساوي سيجما اكس زائد سيجما واي، يعني 40 على 2 زائد سيجما اكس ناقص سيجما واي، يعني 140 على 2 كوزين 2 سيتا. هنا سيتا بكام؟ بسالب 65، يعني سالب 100 وكام؟ 120، يبقى 130. تمام كده؟ زائد تاو اكس واي، يعني ناقص 15 بقى نحطها بالسالب، يبقى سالب 15 ساين
سالب 130 درجة. ده مين؟ سيجما اكس داش. طب وبعدين السيجما واي داش؟ لسه متفقين ان السيجما اكس زائد سيجما واي يساوي سيجما اكس داش زائد سيجما واي داش هيساوي، يبقى طلع سيجما واي داش، لان سيجما اكس والله موجودين معايا. طب التاو اكس داش واي داش، تاو اكس داش واي داش، اكتب القانون اللي هو سالب سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 ساين سالب 130 على طول احطها الزاويه، زائد تاو اكس واي اللي هي سالب 15 كوزاين سالب 130، واعوض بس عن سيجما اكس وسيجما واي، خلاص سيجما اكس ب 90 وسيجما واي بسالب 50. خلاص كده المساله ديت يعني يمكن كان فيها لفه سنه ان الايه المستوى بتاع مايل بطريقه غريبه شويه. خلاص شباب طيب الفيديو الجاي هشرح فيه حاجه جديده ان شاء الله. يلا السلام عليكم.